مساء الفل والورد والياسمين على كل الناس الجميلة وأخوات الصغيرين لسه بيبدأوا يدرسوا أناتومي. هنبدأ النهاردة بنعمة ربنا أول محاضرة في دراسة الأناتومي أوتشيم أناتوميو في ميستيم. صوتك كويس. أناتوميا إيه هو علم التشريح؟ إتناوكا كاتوري إزو تشايت تشيلوفيشسكي تيلا. طيب ايه هو تشيلوفيشسكي تيلا او ايه هو جسم الانسان؟ ايه ستركتورا تشيلوفيشسكا سوشيستوا؟ دي عباره عن تكوين جسم الانسان. طيب جسم الانسان ده بيتكون من ايه؟ قالك اونساستايت از مناجست فرازليتشنيخ تيبه في كليتك كاتوري في ميستي سازدايوت تكاني في باسليستري سيستيمي اورجان. يعني بيتكون من مجموعه من الانسجه وبالتالي يكون لي مجموعه من الاعضاء وبالتالي يكون لي مجموعه من الاجهزه بتاع الجسم الانسان. اني ابيسبيتشويت جيماستاز جيماستاز جيزنس باسوبنس شلويسكو اورجانيزما اي تاك دال. طيب تيلا изучает специалистами в области здравоохранения, физиология, анатомия и художниками, чтобы помочь им в их работе. يعني ايه الكلام ده؟ الاستركتورة دي بتدرس عن طريق مين؟ بتدرس عن ناس عن طريق ناس متخصصين. الناس دول واحد منهم بيدرس الاناتومي لوحده اسمه اناتوميست او اناتومم، وواحد تاني دكتور في مجال الحفاظ على الصحة بيبدأ يستخدم المعلومات دي، وواحد تالت فيزيولوج يعني عالم فيزيولوجيا او عالم للوظائف الحيوية، واحد تاني جيستولوج عالم للأنسجة ويساعدهم عشان خاطر يبدأوا يفهموا الحاجات دي ويساعدنا احنا في الرسومات، رسام محترف عشان يرسم لنا الرسومات اللي حضراتكم شايفينها دي وتبدأ تطلع لنا بطريقة ظريفة عشان خاطر نبدأ نعرف كل حاجة داخل جسم الإنسان. طيب قبل ما أبدأ أعرف جسم الإنسان لازم أعرف حاجة اسمها أوتي إبلوتكاستيتيال شلوبيك. يعني إيه المحاور وإيه الأسس اللي ممكن أستعين بيها في دراسة علم التشريح؟ قال لك في عندي حاجة اسمها ساجيتالنايا بلوسكاست، يعني تشريح أفقي. أنا واخد التشريح ده أفقي عشان خاطر أبدأ أقسم بيه جسم الإنسان. وفي عندي حاجة اسمها جاريزونتالنايا بلوسكاست، هوريزونتال بطريقة رأسية بقدر أشرح جسم الإنسان بطريقة رأسية. وفي عندي حاجة اسمها فرونتالنايا بلوسكاست، من الأمام بشرحه من الأمام عشان خاطر أعرف أشوف البلوسكاست دي أو أشوف الحيز ده من جسم الإنسان. يبقى بلوسكاست يقول ستيلا شوابيكا ساجيتالنا سريدينا بلوسكاست فرانتالنا بلوسكاست غاريزنتالنا بابيريتشنا بلوسكاست بابيريتشنا أوس فرانتالنا أوس إي فيرتيكالنا أوس. طبعا جسم الإنسان في مجموعة كبيرة قوي من العضلات والعظام ومجموعة كبيرة قوي من النيرفز الأعصاب والأرتريس أو الأرتيريوم والفيني ومجموعة كبيرة قوي من السيستيمي أو الأجهزة. طب عشان أبدأ أدرسهم أبدأ بالترتيب واحدة واحدة كأني مبني بناية. لذا هنبدأ أول حاجة ومن ضمن الحاجات المهمة قوي في جسم الإنسان أستيولوجيا. أستيولوجيا دي الدراسة اللي بتدرس علم العظام. شتو تاكوي أستيولوجيا؟ إيه هو علم العظام؟ قال لك أستيولوجيا الكلمة نفسها برايزاشلا أت جريشسكيخ سلوف أوستيون اللي معناها كوست عظمة ولوجوس اللي معناها زنانيا معرفة. يبقى معرفة العظام أو علم العظام. تشلوفيك كاتوري سليدويت كوستي يابدليت بريتشينو سميرتي يابدليت سسودبنم أنتروبولوج. في حد من المتخصصين ممكن يمسك العظمة ويمسك الجسم نفسه ويبدأ يشرحه ويقول لنا سبب الوفاة. دول بيسموهم الأطباء الشرعيين أو سودبنا ميدسينسكي إكسبيرتي. كوستي تاكجا موجود بيت إسبولزني دليا بدليني فوزرس الشلافيكا دايفو سميرتي. يعني العظام بتساعدنا على تحديد عمر الإنسان حتى قبل وفاته مش بس بعد الوفاة. طب أول حاجة بندرسها سكيليت شلافيكا الهيكل العظمي لجسم الإنسان. إيه هو سكيليت شلافيكا؟ سافاكوبناست كوستي شلافيشسكا أورجانيزما باسيفنا يتشاست أبورنا دفيجاتنا أبرد.
يعني مجموعة من العظام لجسم الإنسان، وبيعتبروها الجزء السلبي من الجهاز الحركي الوقائي. Служит опорой мягким тканям. Точки приложения мышц, вместилищ и защиты внутренних органов. وظائفه إيه؟ الجهاز ده اللي هو بيسموه الهيكل العظمي. قال لك ده عبارة عن مكان لالتقاء العضلات، وكمان مكان عشان خاطر يحافظ على الجسم، وكمان يحافظ على الأعضاء الداخلية بتاعت الجسم. طب الكوسنيات كان أو النسيج العظمي بتاع الهيكل العظمي رازفيفايتسا أتكودا إز ميزنخيم، المكان بتاع الرازفيتيا بتاعه اسمه ميزنخيم. تشيلوفيتسكي سكيليت إتا فنوترني كاركاس تشيلوفيتسكي واتيلا، يعني الهيكل العظمي ده المحور الداخلي أو الهيكل الداخلي لجسم الإنسان. طيب عايزين نعرف هو بتكون من كم عظمة؟ قال لك примерно когда человек рождается 270 костей при рождении. Потом становится 206, يعني ايه؟ بيبدأ 270 عظمة عند الولادة، وبعد كده لما الإنسان ده بيبقى إنسان بالغ بيوصله 206. يا عم انت بتكلم ازاي؟ مش المفروض يقله؟ ازاي بيقله؟ المفروض يزيده. قال لك عشان في بعض العظام الصغيرة بتلتصق بعظام أخرى فبيكونوا لي عظمة كبيرة. يبقى لما يوصل عمر الإنسان 21 سنة أقدر أقول إن عنده 206 عظم. شلوفيسكي سكيليت موجنا رزدليت نا أسيفوي سكيليت إي أبنديكوليارني سكيليت إلي دباوتشني إلي بريفريتشسكي، يعني أقدر أقسم الهيكل العظمي لجسم الإنسان لقسمين، جزء رئيسي وجزء فرعي، أو جزء إضافي أو جزء طرفي. هيكل رئيسي وهيكل طرفي. الأسيفوي سكليت ده الهيكل الرئيسي، أبرازوفان تشيم مكون من إيه؟ بازفانوتشنيكم، جرودنوي كليتكي، تشيريبام، إدروجيم سيفيازنم سنيمي كاستيام. يعني الهيكل العظمي الرئيسي بتكون من العمود الفقري، بتكون من القفص الصدري، بتكون من الجمجمة، عظام الجمجمة، زائد مجموعة أخرى من العظام بتساعد في هذا التكوين. طيب حلو. طب الابنديكولارني سكيليت، قال لك الابنديكولارني سكيليت اللي هو الطرفي او بيسموه احيانا بريفريشسكي سكيليت او احيانا دباوشن سكيليت في بعض الليتراتورا، بريكليبيونكس فايمو سكيليتو ابرازوفان بلتشيفين بويسم تازافين بويسم اكاستيامي فيرخنخ انيجنخ كانيشنس، يعني بتكون من عظام الجهاز الطرفي العلوي والجهاز الطرفي السفلي وبعض الأحزمة، الحزام الكتفي والحزام الحوضي. شلوفيسكي سكيليت فيبانيت شيست أسنافنيخ فونكسيا، بيحقق ست وظائف. بديرشكا إن هو الحماية، دفيجينيا بيساعد في الحركة، زشيتا الحماية برضو، زائد برايزفولست فاكليتا كروفي إنتاج خلايا الدم، خرانينيا مينيرالف فيندكريني ريجولياتسي، يعني بيحافظ على المينرال سوتس، وكمان بيساعد في تكوين بعض الهرمونات وبعض الانزيمات. عشان نختصرها، يبقى السكيليت عندي اوسيفوي سكيليت وابنديكولار سكيليت. الاوسيفوي سكيليت ابرازوفان كاستيامي تولوفيش بازفان كامي كريسوم ريوبرام غرودنوي اي كاستيامي تشيرب. طب الابنديكولار سكيليت ساستافليايت كوستي فيرخني انيجني كانيشنسي، وهتكلم عنهم في محاضرة أخرى. عشان أقارن ما بينهم أشوف على شمال الشاشة الأوسيفوي سكيليت أو بسموه بالإنجليزي أكزيال سكيليتون باللون الأزرق زي ما حضراتكم شايفينه أهو، والأبنديكولاري سكيليت أهو زي ما حضراتكم شايفينه من ناحية تانية أو بسموه الدباوشني سكيليت. دي صورة تانية عشان تفهمني الحاجات اللي موجودة هناك. طيب أنا فهمت إن هو ممكن ينقسم لنوعين كبار. طيب هو شتو تاكوي كوست؟ يعني إيه عظمة؟ وإيه هم الكلاسيفيكات سكاستي؟ قال لك كوست إيه تسبيتساليزيرا ونيتيب سادينيت نتكن كاتوري سستايت إس جيفيغ ياتشيك رسبالوجنخ نميستي جستوكي مش كليتشني ماتريتسي كولاجينوفيخ فولكن سترويني سكالسيفيمي
سوليومي عبارة عن نوع من أنواع الأنسجة اللي موجودة في جسم الإنسان، في تكوين داخلي ليها وفي تكوين خارجي، وليها كلاسيفيكاتس يعني ليها تقسيمة، في دليني كوستي في عظام طويلة، في كاروتكي كوستي عظام قصيرة، في بلوسكي كوستي عظام محدبة، في نيريجوليارني كوستي يعني عظام غير منتظمة الشكل، في سيسامويد دالني كوستي أو سيزا موفيدنا كوست يعني العظام السمسمية أو الصغيرة جدا. طيب يتكون من إيه العظمة؟ العظمة كوستي سستيات إز كوستني كليتكي إفني كليتوشني ماتريكس. كوستني تكاني أو كوستني كليتكي إيه هما؟ شكلهم إزاي؟ اسمهم إيه؟ أوستيوبلاستي، أوستيوتسيتي، أوستيوكلاستي، أوستيو براجنراتر نيكليتكي. لما تيجي نبص عليها، دي الأوستيوتسيت شكلها كده، دي الأوستيوبلاست، دي الأوستيوجنراتر نيكليتكا، ودي الأوستيوكلاست. طب في غيرهم؟ في حاجات تانية غيرهم غير الحاجات دي؟ في قالك فينيا كليتوتش نيوماتريكس. طب ده بيتكون من ايه؟ ده بيتكون من كولاجينا في فولكنا اي ني ارجانيشسكي مينرالي. ودايما لما نيجي نتكلم عن حاجة لازم نشوف أثناء التطور إيه اللي حصل لها بالظبط. سوشيويد تري تيبا كاستي ناقصنوفي باترنا رازفيتيا، يعني نقدر نقسمهم لثلاث أنواع أثناء التطور. ممبران نيكوستي يعني العظام اللي ليها أصل من أغشية، خرياشة في كوستي ده نوع التاني، والنوع التالت ممبرانا خرياشة في كوستي نوع مزدوج ما بين الاثنين. طب الممبراني كوستي دول شبه مين؟ قال لك دول الكوستي بتوع الشربة وليتسيفايا كوست. حلو قوي. طب والخرياشة في كوستي دول شبه مين؟ قال لك دول شبه الكوستي اللي حضرتك شايفهم قدامك في الصورة. طيب الممبرانا خرياشة في اتا كوستي اكاسنيفايوت شاستيتشنا في ممبراني اي شاستيتشنا في خرياشة هم في كلشاية سيبي كلوتشيتسو شبه مين؟ الكلوتشيتسا، النيجنة تشيلست، زاتيل شنايا كوست، فيسوت شنايا كوست، كلينافين كوست. حلو قوي. طب أقولهم تاني بطريقة تانية كلاسيفيكات ساكاستي. تروب تشيتي كوستي تليني كاروتكي. تليني شبه مين؟ بليتشيفاي بيدرني كوست بريد بليتشيا جوليني. الكاروتكي شبه مين؟ بيسني بلوسني في فالانجي بالسف. طب الجوب تشيتي كوستي كوستي زابياستي بريد بلوسني سيزامويدالني كوستي. طب البلوسكي كوستي او الشروكي كوستي شبه مين؟ كوستي سفودا تشيريبا تازافي كوستي جرودينا ريوبرا. طيب في نرمالني كوستي الكلام اللي حكلمنا عنه، في ني نرمالني كمان كوستي، دول عبارة عن سميشن كوستي او بيسموهم اوسا الرجولاريا كوستي اصنافانيا تشيريبا كلوتشيتسا بازفانكي. طيب تيلا بازفانكا تعتبر ايه؟ جوبشتاي كوست. طب الدقائي اتروسكي بازفانكا بلوسكي كوستي. طب فزدخانوسني كوستي او اوسا نيماتيكا ايميوت في تيلي بولست فيسلوني سليزيستيو اپولوشكي اي زاполнوني воздухом лобная клиновидная речочетая кости и верхняя челюсть. أرجع تاني ريجنال كلاسيفيكاتسيا كوستي، قسمناها جزئين أوسيفوي وأبنديكوليارني سكيليت، وقلنا على الأبنديكوليارني ده عبارة عن بريفيشسكي أو دابافاتشني. الأوسيفوي سكيليت استايت إز شيرب جرودنوي كليتكي и позвоночного столба выполняет защитную функцию. Он защищает наш жизненно важные органы, такие как головной, спиной мозг, сердце, легкий, يعني بيحافظ على الأعضاء الداخلية المهمة جدا عندنا أو أعضاء جسم الإنسان بوجه العموم المهمة زي المخ وزي الحبل الشوكي أو والنخاع الشوكي والقلب والرئتين. طب الأوسيفوي سكيليت اللي هو الجهاز الهيكل العظمي الرئيسي أول حاجة فيه إيه؟ أنا كاتب أول حاجة تشرب. طب الشرب دي عبارة عن كوستنايا أسنوفا جلافي يعني الجزء العظمي من الدماغ. طب حلو قوي. قال لك يا فليتسا في ميستليشيم جلافنوفا موزجا ده المكان اللي جواه هتلاقي المخ الرئيسي أتاكج أورجانا في زرينيا وكمان
العينين دي أورجان أوف سلوخ، وكمان الودنين دي أبايانيا، وكمان حاسة الشم تشيرب إميت دفاع الديلا مزقفو إلي تسيبوي. يعني الكرينيوم أو تشيرب اللي هي بيسموها الجمجمة بتحتوي على جزئين، جزء خاص بالمخ وجزء خاص بالوجه. جرودنايا كليتكا أو القفص الصدري إميت فورمو وتشونبا تجاتبا كونوسا دياليايتسا كوسنيا أصنوف جرودي يبمثل شم دلياف نوترنيخ أورغنف، يعني عبارة عن أساس الجرودي اللي هو الصدر وكمان الأورغني اللي موجودة جوه الصدر. طب سستيت إز شفو إز دفيناتسة جرودنيخ بازوانكوف عندي 12 فقرة صدري إي دفيناتسة باريوبر و12 زوج من الدروع إي جرودينا وعظمة القص. طب البازوانوشنيك ده اللي بازوانوشني ستول اللي هو العمود الفقري يافليايتسة جلافنوي أوسيوتيلا، يعني هو الشعاع الرئيسي لجسم الإنسان. أبوريف سيفوسكليتا الحماية الرئيسية للهيكل العظمي. فنوتري بازفانوشنغا كانالا براخود سبينوي موزج، وخلال القناة الداخلية بمر النخاع الشوكي. ألخص الكلام اللي احنا قلناه، يبقى سكيليت دفاتيبا وسيفوي سكيليت وبريفريشسكي سكيليت وسيفوي سكيليت سكيليت جلافي إي سكيليت تولوفيشي. سكيليت جلافي يتكون من جزئين، مزقفوي أديل إلى سيفوي أديل. المزقفوي أديل ني بارني إي بارني كوستي، لتسيفوي أديل ني بارني إي بارني كوستي. السكيليت تولوفيشي بازفانوشنك 33-34 بازفانكا. جرودنايا كليتكا 12 بار ريوبر إي 12 بازفانكوف إي جرودينا. بينما البريفيريتسكي سكيليت أو الجزء الطرفي الهيكل الطرفي بيتكون من سكيليت كانيشنستي الفيرخنخ ونيجنخ الأطراف العلوية والأطراف السفلية، بلتشيفوي بويس وسكيليت كانيشنستي وتازافي بويس في النيجنخ ومعاهم سكيليت كانيشنستي. اكتب الكلام ده ولخصه واكتبه بإيدك طول ما انت بتحضر المحاضرة، اكتب السخيمات، وقف الفيديو، اكتب ترجم ذاكر. انا هوقف معاكم هنا عشان تقدروا تشوفوا 3D anatomy للجزء اللي احنا هنتكلم عنه الجزء اللي جاي، وبعد كده نرجع تاني في الجزء التاني من المحاضرة عشان خاطر نشوف جزء حلو قوي من الأجزاء المهمة لجسم الإنسان وهو العمود الفقري.